يا رب مصر محفوظة من رب العالمين وبأهلها المخلصين. قصص البطولات لا تنتهي، وكاميرا السفير عزيزة كان ليها الشرف إنها تزور أسرة الشهيد الرائد محمد مظهر. خلينا نعرف أكتر عن قصته وبطولته. عندما تسمع جملة الغائب الحاضر لابد أن تتذكر فورا اسم من أسماء الشهداء، وهنا نتوقف أمام اسم الشهيد محمد مظهر. يا بلادي. بداية معرفتي بيه أصلا هو كان في سيناء. أول ما اتخرج راح الشيخ زويد، قعد 4 سنين في العملية الشاملة. ساعة ما 2018 كان في حاجة اسمها العملية الشاملة في سيناء. بداية معرفتي بيه كان هو ساعتها هناك. طبعا بقى كان كل اللي حواليا يقول لي صعب وفي سينا وموضوع صعب عليكي وتتحملي حاجات كتير وهيبقى هو بعيد عنك، بس هو بصراحة كان شخص دايما بيحسسني ان هو موجود. يعني استشهد في 7/2022. أموت أموت وبلدنا تعيش. هو دايما لما كنا احنا نقول له مثلا احنا خايفين ان هو راح سينا وكده، كان يقول لما انت تبقي خايفه وكل ام تبقى خايفه على ابنها، مين هيحمي سينا؟ يعني احنا لازم نبقى هناك. وكان دايما يقول لي كده، يعني ليه ما تخافيش. هو استشهد الفجر يوم 27/7/2022 الفجر. هو كان مكلمني الساعه 2 بالليل وهو رايح المداهمه اصلا يعني، وقال لي عاملين ايه، وكان ما فيش اي حاجه خالص وخلاص قفلنا. الساعه 9 لقيت يعني ناس جيراننا جايين بيسلموا عليا عادي جدا، عامله ايه، فاكرين انا عارفه. بسلمت عليهم عادي، سابوني ومشي. وبعدين بعدها بشويه لقيت اخته هي اللي جت عرفتني، يعني جت قالت لي وكده. قلت لها ازاي، مستحيل طبعا، انت بتقولي ايه. ولقيت بقى اصحابي جم والناس كلها عرفت، وانا يعني كل بقى الناس عرفت من الفيسبوك وكده، وانا ما كنتش عارفه حاجه، يعني ما فتحتش ما شفتش حاجه خالص. 3 4 ساعات قاعده، لا هو جاي مصاب كبير ومصاب، هو ما فيهوش حاجه. لحد ما جه بقى الجنازه وشفته كده، يعني بدات بقى استوعب ان هو في حاجه فعلا. همشي معاهم وهسيبك واشوف يا مصر وشك بخير. كان حنين قوي، كان هادي، يعني هو كان شخص هادي، مش مزعج بكلامه، مش مؤذي. يعني بيفكر 1000 مرة يقول الكلمة قبل ما يقول الكلمة للي قدامه، دي هتتضايقه وهتزعله ولا لا. ده مع أي حد مش معايا أنا بس. يعني مفتقدة وجوده مع زين، وجودنا كأسرة، خروجنا سوا، قعدنا سوا، كل الحاجات اللي احنا كنا بنعملها. قالوا ايد امينه، يعني الجيش بتاعنا، يعني هو هناك، احنا عايشين في امان هنا عشان هم هناك بس.